السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل. اكيد ان شاء الله في احلى اكل، ولكن ايه الحكايه؟ والله عايزين نعمل اكل النهارده يكون خفيف وبسيط ان شاء الله. جايب عندي فرخه، وجايب عندي عيش وبتنجان وحاجات كده، طلع منهم فته لطيفه بلحمه مقطعه عصافير دي مع البتنجان مع العيش، ترتيبه كده مع صوص بالزبادي والطحينه ان شاء الله يا حضراتكم. اما الطبق الثاني كيف عندي الفرخة دي بقى، عايز اعمل ايه؟ عايز اعملها مشوية بس طريقة التندوري، وبتفاصيل بقى هنتكلم واحدة واحدة ان شاء الله مع حضراتكم لحد ما نوصل للتسوية المظبوطة والتتبيلة الصح والتشريح المطلوب. وعندي كمان طبق سلطة حلو جدا، فتوش لبناني، وهنمصره برضو، ولكن هو بصراحة ما بيحب يعني ما فيش مجال فيه للتمصير قوي يعني، ولكن هنشوف ممكن نظبط ايه او نخليه زي ما هو لبناني، وغالبا يبقى افضل، لان الفتوش طبعا في مزازة كده معينة، لو غيرنا في الحاجات ممكن يبقى في حتة تانية. انا اعتقد ان شاء الله ده الاطباق اسهل من بعض، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم معاكم قبل الفاصل على اكلات لطيفه خفيفه، جزء لبناني على جزء هندي، هنمصر ده وهنمصر ده، بس انا حبيت اطلع شويه بره الموضوع ونعمل اكلات تكون مختلفه شويه، عشان بس الواحد مبقاش زهقان يعني كل يوم. طيب فرخه هعملها تندوري، هبدا معاكم بالتفاصيل بالتتبيله بكل حاجه والتشريح والتشفيه والحاجات دي مهمه جدا. وعندي كمان طبق ثاني فته لبناني معمول بالبتنجان والعيش المقرمش مع كمان لحم راس العصفور، هنشوف بيتعمل ازاي برضو. وعندي سلطه فتوش انا بحبها جدا بالرمان كده مع دبس الرمان، هتبقى ان شاء الله ليها طعم كويس جدا. طيب نبدا باول حاجه ممكن تكون فيها زفاره والحاجات دي عشان نتجنب الامور ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بحب اتكلم على الفرخه، كل مره بتكلم عليها بكل الطرق، عشان بقول دي يمكن حد من اخواتنا يعني لو حابب يخش يجرب التجربه ما بقاش عنده مشكله ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فرخه عاديه جدا جدا، حلو الكلام. كل الجرنش ده كله انا مش هرمي، كله هيشتغل معايا. طيب هنجيب سكينه حاميه شويه تكون طويله، بسم الله الرحمن الرحيم. التندوري مش شرط تقطع 8 او 4، ممكن تكون زي ما هي كامله، ولكن التفاصيل هنا مهمه جدا بقى. قبل اي كلام يعني الافضل تكون فراخ بيضة عشان تبقى محمله كده، اما الفراخ البلدي تبقى لطيفه بس مش في الشوي، في السلق، في التحمير، في الحشو. اما الفراخ البيضة دي مش وحشه بس بتبقى لحمها اكتر وبتبقى تفاصيلها مختلفه شويه عن البلدي. خلينا نخش نشتغل بيها واحده واحده. بص كده يا فندم معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. همسك من هنا وامشي ورا السلسله دي معايا يا فندم ولا لا؟ اه. واجي الناحيه الثانيه امشي، امسك برده كده وامشي ورا الجزئيه دي معايا يا فندم ولا لا؟ اه. شوف بعمل ايه؟ اه. حلو الكلام ده؟ لحد الرقبه دي مش عايزها. كده بسم الله. تمام؟ تمام، وارجع اروح اعمل كده. شايل دي كمان. واروح موسع كده وبطن ايدي، بصوا بعمل ايه؟ اروح اعمل كده الاول. واروح اعمل كده، بصوا بروح كده. اه. تمام لحد كده؟ تمام. اه. وارجع تاني واروح عامل ايه بقى؟ شايل اي حاجه زي دول مش عايزها، زي الدهون دي الزياده دي. انا تمام. عشان اعمل ايه بقى؟ عشان اعمل كده. خدت بالك انا بعمل ايه؟ اه. مش بشفي قوي بس بدخل التتبيله جوه. بص دماغي فين؟ راح فين؟ العضمايه باينه اهي. تاني. هعمل كده. وهاجي هشيل الكفر الزياده ده عشان اعرف انا اعمل اللي انا عايزه. اه. عفوا. وراح جاي هنا، بص عامل ايه؟ ماشي كده؟ اه. اه بص. حلو الكلام؟ كلام جميل. وهاجي هنا كده هروح عامل كده. خدت بالك؟ بص بعمل ايه؟ اه ركز معايا. طب ركز؟ ماشي. وراح عامل كده. خدت بالك الحركة مني؟ اه. شكرا. والناحية التانية نفس الكلام. راحه كده. شايف السكينه ماشيه فين؟ ركز يا حسين. اه كده. الحاجات دي مش عايزها. اه راحه. اه كده. وراح اعمل كده. اه
بص هنا خلاص، كل الكلام ده كله سهل بس تفاصيله اشتغل واحده واحده. بص دي كمان اهو، كل اللي بشيله مش عايزه لحد كده احنا زي الفل. اقول لك تمام التمام. طيب وبعدين هاجي هنا اروح عامل كده، شفت دي؟ والثانيه نفس الكلام كده. ليه بقى؟ تتبيلتي تخش في كل حته. بص المنظر تمام لحد كده، وده لو عايز اسيبه زي ما هو كده ما عنديش مشاكل. اه وابدا انضف حاجتي بقى كلها وابقى زي ما انت كده. احنا اعتبر نضفنا وظبطنا. هاجي بقى من الناحيه الثانيه هروح عامل ايه بقى؟ جاي كده بص بقى معايا عند الجناح، وراح اعمل كده اشرح حاجتي عشان تستوي معايا بسرعه والتتبيله تخش في كل مكان. تمام؟ واجي هنا عند الورك وراح اعمل كده. تمام؟ وهنا كمان واحده، وهنا كمان واحده. هنا مش هعمل حاجه لان ضعيفه جدا. حلو الكلام ده؟ اصبح ان انا زي ما حضراتكم شايفين الفرخه بقت مخليه بس بعظمها وماسكه نفسها وكل حاجه فيها متشرحه عشان اتبل كويس. حلو الكلام ده؟ طيب ايه التتبيله؟ تعالى بقى قبل ما نتبل ننضف، صح ولا لا؟ ليه هتنضف؟ ما هي مغسوله. اقول لك لا، بص انا زي الفل تمام التمام، بس لو جبت منديل هوريك انا قصدي ايه قبل ما اخش على الميه. ماشي، بص منديل نضيف ازاي؟ لما اعمل كده بطبيعه الحال مطرح السكينه هلاقي حركات مش حلوه. اه شايف؟ طب وانا ليه استنى بقى واقعد انشف بمنديل؟ طب ما انا اعمل محلول لطيف واقدر اوظفه وينضف لي حاجتي وعلى السريع. ايه هو المحلول؟ ركز معايا. معلقه سكر، قدامها معلقه ملح، الليمونتين الحلوين دول هعمل كده وانا بنزلهم، خدت بالك كده؟ حلو، كلام جميل. وبعدين يا شيف هجيب عندي ميه ساقعه على التلج، والليمون والسكر والملح ده محلول يطهر اي حاجه بس بالاخص الطيور. عليهم ايه كمان؟ حبه خل. ننزع اي زفاره بقى كده على طول. شكرا. تمام لحد كده زي الفل. قبل ما احط بقى عند الفراخ اعمل ايه؟ استفيد بالكلام ده كله، ادوب حاجتي. ريحته حلوه جدا، محلول تطهير وتنظيف لاي حاجه بالطيور فيها عظم بالاخص. لو انا عندي كيلو بني ينفع؟ اقول لك لا، بني او الفراخ اللي هي صدور ما ينفعش اخش فيها القصه دي كلها. لازم تبقى حاجه فيها عظم، عشان العظم ده اللي يطلع الشوائب، والشوائب دي بتطلع حاجات اللي احنا بنتضايق منها. فده كله. بص المنظر الميه عامل ازاي. هنجيب بقى ايه الفرخه اللطيفه دي، نحطها اقل من 5 دقائق، مش هنزود كتير عشان انا كده كده يعني ايه محتاج اغسلها، بس هي نظيفه كلها عليها، بس انا محتاج بس ايه. هنشوف. بسم الله. بص كده التلج مهم جدا يخلي اللحم فريش، خدوا بالكم التلج ده مهم جدا جدا يخلي اللحم الفراخ او اي حاجه. بص المنظر شايف، شوف سيبها كده اقل من 5 دقائق بس. بص الشوائب طلعت ازاي. هرفع اي حاجه ليها علاقه بالزفاره اشتغلت بيها، ده رقم واحد. نتكلم بعدين. حاضر. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نعمل تتبيله حلوه على ما ناخد دي نقعه كده شويه 5 دقائق ونشوف حكايتنا ايه. علا هانم صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا بيك. صباح النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم كله بخير. الحمد لله دايما يا فندم. شيف انا عندي سؤال عند حضرتك. تؤمري. انا لما باجي اشوي الفراخ اوكي لما بعمل فراخ مشويه في البيت بتبلها وببيتها في التتبيله، بتيجي يعني لما تستوي تبقى مستويه قوي من بره بس من جوه شويه مش مستويه. تسويها ازاي؟ على الفحم. طيب مرة واحدة ولا بتشمعي وتساوي بعدين؟ لا يعني بخليها تاخد لون. ايوه. وانزلها 5 دقايق او 10 دقايق وبعد كده برجع تاني اشويها. لا ما ناخدش لون بقى. احنا نشمع ما ناخدش لون. نعمل ايه؟ نحط الشبكة بتاعت الفراخ على النار 10 دقايق رايح جاي، وش وضهر وش وضهر. فيقوم يتشمع الأنسجة بتاعت الفراخ تتشد شوية تبقى لونها لسه أبيض بس بينزل منها أي مية أو أي شيء. دي التشميعة. وبسيبها على جنب واظبط النار بتاعتي وابدا اسوي على هادي وش وظهر، لان الفراخ ما ينفعش اسويها مره واحده يعني مش زي الكباب مثلا، لازم اكون واقف قدامها واعمل جزئيه التشميع دي اهم شيء. تمام. بس تحت امرك. حاجه ثانيه؟ اه البنات عايزين يكلموا طبعاً حضرتك ويشتركوا في المسابقه. حاضر يا فندم. اوامر. اتفضلي اتفضلي يا فندم. بسم الله. الو الو صباح الفل والهنا.
عامل ايه؟ الحمد لله كويس. اخبارك انت ايه؟ طيب. انت اسمك ايه يا قمر؟ انا بحب اتفرج على البرنامج بتاعك كل يوم يا حبيبه قلبي، والبرنامج بتاعي بيطير بالفرح لما بتشوفيه. والله انت اسمك ايه قلت لي؟ عايز اشترك في المسابقه. انت اسمك ايه الاول قولي لي؟ اسمي لينا. لينا اسمك حلو قوي. لينا. نينا ولا لينا؟ لينا. طب حد يقول ورايا يا جماعه؟ لينا صح؟ اه. اهلا وسهلا يا استاذه لينا يا جميله. طب انت لما تيجي البرنامج هتعملنا ايه بقى؟ هتعملنا اكل ايه لما تيجي البرنامج؟ ها؟ مكرونه. الله الله الله، ماشي الكلام. يلا بينا حالا في الكنترول، سجل بياناتنا مع زمايلي عشان تشرفيني ان شاء الله في اقرب مسابقه، ماشي؟ مكرونه باللحم المفروم. ماشي الكلام، خلاص متفقين. انا هاكلها حبيبي يا لولي يا قمر. يلا حالا في الكنترول سجلي بياناتك. ربنا يحميك يا رب. افندم مدام زوزو، صباح الفل يا استكل. صباح الخير يا استاذ علاء. اهلا وسهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ انا وحضرتك طيب يا حبيبي. يا رب تكوني بخير يا استكل. عامل ايه يا بنت؟ نحمد ربنا يا ماما والله كله تمام. ماشي يا حبيبي. الله يبارك لك يا امي، تحت امرك امر. انا بعمل الكبابه الغمراوي وبتفكوا مني، مش عارفه ليه. حضرتك من حته يا فندم؟ من الدقهليه. ده الغمراوي والدقهليه ده احنا اتعلم من حضرتك. ازاي بقى تساليني وحضرتك من الدقهليه على اكل دقهليه يعني؟ قولي لي بقى. طب المنزله كده تجد اكلكوا سمك؟ ده ايه حضراتكم بتعملوا احلى اكل في الدقهليه والمنصوره كلها. انا فتره في الكبابه بتاعك، لكن الغمراوي دي ما بتفشل مني جدا. طيب حاضر، هقول لك على طريقه كويسه. حاضر، بس مع ان كل الاكل بتاع غمر بتاع ميت غمر والدقهليه والمنصوره كل الحاجات دي كلها حضراتكم بتعلمونا والله. لا بس انا شاطره في الجمبري، انما البتاع الغمراوي دي بتفك مني على طول. هنجيب لك احلى طريقه. حاضر حاضر يا فندم، اوامرك. حاضر، والسمك ندوقه بقى ان شاء الله لما تجينا. ان شاء الله. تنورينا. ربنا يخليك يا استكول. تقولي ايه تاني؟ ماشي تحت امر. اي خدمات تانيه؟ تسلم يا عمرو. حياتي لحضرتك كل الاسره الكريمه وكل حبايبنا يا رب ابن منصوره كلها. بشكرك. شكرا استكول. شكرا. حاضر يا فندم. ام رقيه صباح الفل والهنا. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمر حضرتك، كتر خيرك. الله يخليك. الله يبارك فيك. كويس؟ الحمد لله استكل والله. طب الحمد لله. الحمد لله على السلامة. بقول لك يا شيخ علي. أموري. أنا بص، أنا أستاذة في التخليل الزيتون والكلام ده، بس في التفاحي الكبير ده بيتهري مني ليه؟ ما بيقعدش رمضان. الإيه استكل؟ أنا آسف. اللي هو الزيتون التفاحي. الكبير ده. تمام. ما بيقعدش في رمضان خالص. عشان حضرتك بتعمليه بدري جدا وهو بياخد آخره مثلا شهر. فلما بيقعد اكتر من شهر بيستوي قوي بيتهري، فحضرتك تاكليه ما تلاقيش فيه مزازه ولا فيه طعم ان هو مهري، لان قعد كتير في التتبيله في الخلطه. أيوة. بتاعته. ايوه صح. لان حضرتك حاطه ليمون وحاطه جزر والحاجات دي كلها بتاثر عليه، فهو ليه وقت معين ممكن قبل رمضان نعمله بشهر. ماشي. فيقعد طول الشهر مع حضرتك بقرن فلفل حلو في النص يعني كده. ممكن يتشال في الثلاجه اخضر مثلا؟ افندم؟ ممكن يتشال في الثلاجه؟ طبعا، ده زيتون مخلل يتشال في اي وقت وفي اي حته يعني، عايز حتى لو بره الثلاجه ماشي، لو هو بزيت، والافضل يكون في الثلاجه احسن. ماشي. تحت امرك. ايه تاني يا استكل؟ ربنا يخليك. حاجه تانية؟ الحمد لله ربنا يبارك لك. صباحك كله هنا يا استكل، ربنا يخليك، انا بشكرك، شكرا جزيلا. طيب خليني اخش اعمل تتبيله سريعه للفراخ دي عشان ادخلها الفرن وانساها شويه. ايه بقى الحكايه؟ جايب عندي طماطم وبصل وثوم وفلفل حار. حلو الكلام؟ دي تتبيله لطيفه جدا اتبل بيها، بس عندي لسه بقى بهارات تندور وعندي الزبادي. تعالى ناخد بس الخلطه دي ونشوف حكايتها ايه. زي ما هم كده، بص يا فندم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتمد على قوه الجهاز ده ان يفرم لي حاجتي زي ما انا عايز في نفس اللحظه. هنشوف. وممكن اديها من عندي حبه ليمون. بسم الله كده. تمام. وخل. ليمون وخل في التندوري. ايوه بس كده. طب زيت، اقول لك اصبر شويه، مش هحط زيت في التتبيله عشان ما يربطش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الازعاج وهقول لحضرتك هحط ايه بالظبط. شوف كده معايا المنظر ده، ايه اللي حصل؟ طماطم وبصل وثوم وكل حاجه حطيناها، جيت عندي الناحيه الثانيه حطيت عندي معلقه بابريكا مدخنه كبيره، وحط عندي حبه حبهان وبهارات مشكله ومعلقه ونص ملح وحبهان وحبه حبه كاري كمان على كركم والملح بتاعي. عملت تتبيله حلوه، تعالوا نشوف هنعمل بيها ايه بقى. نرفع السكينه اول حاجه، نحط الجهاز، نوسع على نفسنا، نشيل حاجتنا عشان نشتغل على رواقه. نجيب بوله فاضيه، بسم الله، ادي البوله فاضيه، هنزل بالخلطه كلها كده، كده تمام لحد كده. شايف المنظر عامل ازاي؟ خلطة تندوري ما فيهاش اي، دي بهارات تندوري من عند العطار بتاعت يعني تندوري. علبتين الزبادي اللي طاب دول، وابدا اقلب حاجتي واحده واحده، المضرب افضل عشان حاجتي تبقى دلاله. أنا شايف التتبيلة عسل بس كتير، أعملنا إيه بقى؟ أقول لك أعملنا إيه؟ مرميش الحاجة من هاخد دول على جنب كده، هينفعوني بعدين في حاجة لو احتجتهم أخدهم دلوقتي، ما احتجتهمش يبقى أنا ما وظفرتش إيه؟ حاجتي كلها. بص المنظر ده، أروح أعمل عليه جايب عباد شمس زيت عادي. أعمل كده شوية. حلو الكلام؟ وعندي معلقة طماطم بوريه أو صلصة طماطم. معلقة صغيرة مش كبيرة. كده حلوة بتبقى. تدي لون حلو برضه. اعمل كده بسم الله، بسم الله، وراح نزل على وش الفراخ. بص المنظر كده، نغطس كده والناحيه الثانيه اعمل كده، شايف الملامح؟ اه تاني الصح والمظبوط. نسيبها بقى حبه حلوين قد ايه يا شيف؟ يعني ساعه ساعتين براحتنا عادي، كل ما نسيبها اكتر كل ما الطعم اكتر وتحلو اكتر. ولكن يلا بينا، فرن لطيف عندنا صينيه فيها ورقه ألمونيوم عشان احافظ على الفرن بتاعي. بص منظر الفراخ عامل ازاي، امسك كده شوف، بسم الله على طول ما تخافش العب بس كده. شكرا. بعد ساعتين من التتبيل اقل شيء يا جماعه، واسيبها عندي تعيش حياتها ومتشكل. بعد ساعتين مش دلوقتي على طول، بس عشان ايه؟ انا بقول كلام وبعمل عكسه. طب ليه بقول كده؟ عشان هي الطبيعي تقعد ساعتين ثلاثه في التتبيله، واكيد وقت البرنامج مش هيسمح بذلك، ولكن حبيت اوضح التفاصيل دي مهمه جدا. التتبيله الزياده ما رميتهاش وما زفرتش بيها حاجه، اقدر اوظفها حاجات تانية كتير جدا اقدر. طب لو مش عايز اوظفها احطها في كيس بلاستيك واحطها في فريزر، كل حاجتها كده. اجي بعد كده عندي فرخه لطيفه، عندي نص كيلو شيش طاووق عايز اعمله بطريقه حلوه، عايز اعمل اي حاجه انا ما عنديش مشاكل خالص. يا فندم. ها يا بيرلا، صباح الفل يا قمر. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك يا بيرلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس، كله تمام، تحت امرك يا قمر. من فضلك عايزه طريقه المكرونه بالجمبري. عينيا الاثنين، وايت صوص ولا ريد صوص؟ وايت صوص. حاضر، عارف تعمل اكل بقى ولا لا؟ انا مش قوي يعني. امال مين هيعمل المكرونه دي؟ يعني انا. انت طب حلو، ما انا عشان كده بنشجع بعض بقى. قولي لي بقى تعمليها ازاي؟ تخشي تعملي ايه؟ عملتي ايه قبل كده اكل؟ طب قولي لي. بعمل مكرونه بالوايت صوص بس. بس كده، هتبتدي تحبيها انت ها؟ انا اه. طب مين بياكلها معاكي؟ ماما، بابا، اخواتك؟ ولا ما حدش بيرضى؟ ماما دقيتها مني قبل كده بس ما اعرفش ما اكلتهاش تاني. ليه دقيت لها؟ خلصت مس مش هقول غير كده يعني. طب ومين تاني؟ واخواتي بس كده. وعجبتهم؟ اخواتي عجبتهم. حلو بقى، احنا بقى هنعمل حاجه حلوه قوي تعجب ماما قوي قوي كمان. ماشي، انت عايز تعمليها ازاي؟ قلت لي وايت صوص. فراخ ولا جمبري؟ دي الصراحه فراخ ولا جمبري؟ فراخ. فراخ، طب ومشروم؟ حلو قوي. هتجيب عندك صدور فراخ قطعها مكعبات صغيره جدا، هتجيب بصلايه، هتجيب عندك المشروم. الاول هتجيب حله هتشوحي فيها سنه زبده مع سنه زيت مع البصل والمشروم. هنجيب معلقه زبده ومعلقه دقيق كبار، هنحطهم في الحله، هنقلبهم شويه هيكلكعوا، هنحط عليهم كوبايه ميه صغيره جدا هيبدا يفك ويعملوا صوص قدامك. لسه ما حطيناش اي حاجه خالص، صح كده؟ هنحط عليها كمان قطع الفراخ تتشوح جواها، ونبدا نسيبها تستوي شويه، ونحط بعد كده عليها الكريمه اللباني، حبه كريمه صغيرين جدا مع كوبايه المرق اللي حطيناها مع الزبده والدقيق، فعملنا صوص كتير جدا. ونحط جواها الفراخ، نحط جواها الجمبري، ايا كان قطع صغير جدا. بعد كده المكرونه بتكون مسلوقه، وابدا اقلبه مع بعض بالهنا والشفا. طيب عايز اخش اعمل لحمه بتاعه الفته.
هوسع على نفسي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب عندي حلة على نار سخنة شوية، وأعلي النار، وأجيب حبة زيت شوية. بسم الله ماشي الكلام. حبة زيت شوية تمام، ومع حبة زيت شوية دول معلقة سمنة هودوني للآخر. آه شوية هي بتستوي بدون شوية. واللحمة أهي قطعها صغيرة جدا، ويسمى التقطيعة دي على يعني المطبخ اللبناني حبايبنا يقولون عليها لحم عصافيري. القطعة بتبقى كده، دي شايف يا فندم تبقى عصافيري. حتى دايما على سلطة الحمص يعملوها انواع فتة حسب يعني ايه الامور ماشيه ازاي. فلفل اسود قبل اي كلام، سيبها عند الزبده والسمنه يطحوا شويه. وعايز اخش بالمره في حله بتغلي ميه، شايف يا فندم، وابدا ابهرها واظبطها واعمل منها حبه رز حلو. ابهرها ازاي؟ اول حاجه في الرز عشان يلمع معايا يبقى طعم، مكعبين زبده، وبعد كده حبتين حبهان والحصى والفلفل الحصى والقرنفل ينزلوا كمان معايا كده، واضغار لو حبيت، قرفه برضو لو حبيت، ليمون مش شرط. حلو الكلام لحد كده؟ سيب الكلام ده كله مع نفسه وابدا اضيف له ايه. بص بقى هنا الكلام، عايز احط اي بهارات انا ما عنديش مشاكل، انا كده عملته سيده. لو عايز اخليه عليه كركم على كاري عشان يبقى بعيد على التندور شويه ويمشي معايا مع الفته، اوكي. عايز اخليه ابيض، كل ده تمام. انا ممكن اخليه متوسط ما بين الاثنين، والطعم برضو بالبهار، ولا هو هيبقى ابيض قوي ولا هيبقى احمر، يبقى بس متطعم كده. واخد حبه ملح كمان، تثبت حبه ملح كمان عشان ابقى ناسي القصه دي كلها. بس ده كده الرز. اعمل ايه دلوقتي؟ احط الرز ولا لا؟ قلب الحاجه الاول. يعني ايه اقلب الحاجه الاول؟ بص كمان هجود فيه، احط مكعب بقى كمان طعم الامور. اه مفروض كده في النص مش متشاف، وابدا اقلب كل اللي انا عملته. بص المنظر كده، احنا عملنا مرقه حلوه اقدر اوظفها لايه؟ للرز بتاع ايه؟ بتاع الفته. اول ما احس ان كده تمام هجيب عندي كيس الرز واروح اسقطه كده واسيبه يعيش على بركه الله كده مع نفسه. قد ايه وقت؟ قد ايه عفوا معيار؟ كوبايه قدام كوبايتين. كوبايه الرز البسمتي قدامها كوبايتين من المرقه، واغطي متشكرين. هرجع بحبه الخضار دول، بصراحه عايز احطهم في الفرن عندي عشان يكملوا برده شوي. بص هحطهم فين يا استاذي؟ بص كده الشيفات لما بحب التجود، خدت بالك؟ تحت الخلطه، ينزل الخلطه دي على الخضار وكمل تسويته ونشوف حكايته كمان شويه. طيب نرجع تاني، كنا بنحط ايه بقى؟ اللحمه. اجيب عندي معلقه لطيفه، بسم الله الرحمن الرحيم، على الزيت السخن الحلو ده والسمنه، بسم الله. انسى. حاضر يا نانا الاثنين. حاضر يا نانا الاثنين، لحظه واحده. شوف بقى هنا الفكر راح لفين؟ بدات اللحمه تتحمر وتتشوح في قلب السمنه بالزيت. يا حبايبنا بيعملوها كده. احنا حطينا لها بقى حبه زيت زيتون تديها نفس كويس، وحطينا لها معلقه السمنه عشان برضه تبقى جوسي معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. فلفل اسود في التشويح، وبعد كده الباقي كله ان شاء الله يبقى سهل بقى، واحده واحده. اه هروح عامل انا ايه بقى؟ خدت الصدمه دي، شايفها يا فندم؟ خدت الصدمه. عندي حل تاني، ممكن اسيبها عندي على نار هاديه، او ممكن اقفل على كده. هديها سن البهار من عندي. ايه البهار بتاعك بقى؟ بص بقى يا باشا، سنه سماق وسنه ملح. حلو الكلام كده، وراح رافع من على النار. تخيل الموضوع خلاص. بص اللحمه عامله ازاي اصلا، خدت بالك؟ تسويه مفيش كلام، خلاص خلصت اهي، ولازم تبقى جوسي كده في البص. شايف اللحمه تسويتها اسهل من الكبده كمان، لان هي حته لحمه ناعمه جدا جدا. واختار بقى حته من وش الفخده لو قدرت، حته ايا كان حته، بس ده بص المنظر بقى عامل ازاي. شكرا على كده افندم، واسف للتاخير. ام مازن صباح الفل والهنا. صباح النور يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، انت اللي عامل ايه؟ نحمد ربنا ونشكر فضلك يا فندم، كنت كل يا رب دايما، يا رب دايما. شكرا جزيلا، بنحبك ومتابعينك دايما انا والولاد. ومازن طبعا هيكلمك بعد انا معاد زي لما اتكلم مع حضرتك. حاضر يا فندم، حاضر، اوامر، اتفضلي. تسلم يا رب. بص يا شيف، انا لما بعمل الكفته عند الجزار مش بتفك، بس بتبقى كلها دهون. وبحس ان نسبه الدهون فيها عاليه قوي لما بعملها انا في البيت، مع اني بضربها في الكبه كويس جدا وبحطها في الثلاجه عشان تعمل عرق، وبرده بتفك. اول ما احطها في السيخ واجي احطها على الفحم الاقيها راحت سقطت من عند الجزار، ما تسقطش.
ما بتسقطش من عند الجزار. بس بتبقى كلها دهون، يعني بحس ان نسبة الدهن فيها كتيرة. طيب الكفتة ضاني طبعا. لا بلدي. يعني لحم بقري ولا لحم غنم؟ لا لحم بقري. هنا في نقطة، الكفتة حلوة دايما من لحم الضاني الغنم، وعشان الكفتة ما تفكش منك من على السيخ او من على الشواية لازم نسبة الدهون فيها مش اقل من 30% 20 25%. يعني لو انت جايبه كيلو لحمه هيبقى ربع كيلو لحمه دهون او الدوش اللي على كفر الجلد اللي هو فيه شحم شويه ده، ايوه من بره ده، ايوه اللي على وش الريش، ايوه 30% منه، والباقي ال 70% حته لحمه حمراء من الفخذ من اي كان، والافضل تكون ضاني. طيب لو انا بحبها بقري يا شيف ممكن تقسمي جزئين عشان تاخد الريحه الحلوه، ممكن تحطيها بقري بس معاها حته اللي هي ضاني، ايوه عشان تدي طعم، وحته اللحمه ما تكونش ساده. يعني ايه؟ ما جابش حته لحمه فليتو واحطها تبقى كفته، هتبقى فاشله مش تبقى حلوه، هتسيب مني لان هي ما فيهاش عرق. العرق شيء والدهون شيء، العرق بيربط اللحمه بيخليها خشنه ماسكه نفسها، اما الدهون بتزود التست والتسويه بسرعه ويبقى طعم الكفته اللي حضرتك عايزاه. لكن لو فوق ال 30% بقت دهون كتيره تبقى في ايدك ملزقه وانت بتعملها صوابع، فمش تبقى حلوه، ولازما كمان تبقى طالعه من الفريزر او من الثلاجه وانت بتصبعيها، ما تبقاش دافيه من تحت الاضاءه. لا بتبقى، ايوه بتبقى في الثلاجه فعلا، لازما تكون ساقعه. ولذلك لو حضرتك تتذكري ايام زمان لما كنا نروح الكبكبيه حاطط كيس الكفته تحت منه لوح ثلج، ايوه عشان حقيقة كلها دهون فتمسك في ايده وهو بيصبعها على السيخ. بس كده اوامرك حاجه ثانيه؟ بتقم ربنا يخليك يا رب. مازن بقى عايز يكلمك. طبعا طبعا طبعا. الو ازيك؟ صباح الفل ولا واهلا وسهلا يا استاذ، ازيك انت اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ نحمد ربنا كله زي الفل، اخبارك انت ايه؟ انا لسه اشترك معاك في المسابقه. انت اشتركت خلاص يا باشا، اشتركت وجيت المسابقه ان شاء الله. يا ترى بقى هتعملي ايه لما تيجي ان شاء الله؟ بقى قول لي. انا هعمل قول لي هتعملي ايه لما تيجي المسابقه ان شاء الله؟ انا سامعك. هعمل كفتة. الله الله على الكفتة، ماشي. كفتة ايه بقى، لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا ايه؟ لحمة. لحمة عملتها قبل كده ولا لسه هتجربها فيا؟ قول الصراحة. ها؟ بعملها مع بابا فوق بس على الفحم. زي بتاعت ماما ولا بتاعت بابا؟ اي حد. طب خلاص يا عم خلاص ما تزعلش نفسك، انا قلت انكشك بس. خلاص تنورني ان شاء الله، سجل حالا بيانات في كنترول ونعمل مع بعض احسن كفته في اقرب مسابقه. حاضر. حاجه ثانيه؟ حبيبي ربنا يحميك يحفظك يا رب انت كل اولادنا. حاضر اوامر. طيب احنا عملنا ايه؟ الرز شغال بتاع الفته، اللحمه خلصت بتاعت الفته، عندنا حبه مكسرات حلوين زي لوز زي ما حضراتكم شايفين، وعندي كمان حبه بتنجان مقليين عاديين جدا، وعندي الصوص. أنا شايف إن ممكن نخش نعمل إيه؟ طيب نطلع فاصل صغير جدا، وبعد الفاصل نرجع نكون خلصنا تسوية الرز عشان نقفل الفتة، والفراخ في الفرن شغالة مع الخضار بتاعها المشوي والسلطة إن شاء الله، ولكن الفاصل اللي جاي. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب خلاص يعني كنا قبل الفاصل مخلصين جزء كبير جدا. عملنا ايه؟ عملنا والله اكل لطيف النهارده قوي. اول حاجه بحضراتكم وحضراتكم متذكرين الفرخه اللطيفه دي، هنبص عليها بصه كده معلش نشوف اخبارها ايه ووصلت لحد فين. بسم الله ما شاء الله، شايفين الملامح راحت فين؟ حلاوه الشوي ان احنا بنسوي على درجه حراره الفرن كلها، مش لامسين سقف الفرن ولا ارضيه الفرن، فبالتالي احنا بنكسب درجه حراره الفرن في التسويه الداخليه اهم، لان الفراخ فيها عظم او اي شيء بنحطه في الفرن فيه عظم، فبالتالي مهم جدا ناخد بالنا من تسويه الفرن ونسخنه قبلها. يعني ما نخشش على حاجه ونشغل الفرن، لا الفرن تمام كل حاجه بس الاول نشغله شويه حتى على درجه 150 ونسيبه فوق وتحت شويه، وبعد كده نبدا نخش نوظف اي شغل عندنا. الخضار انا شايفه ما شاء الله تمام، والفراخ سيبها شويه مش مستعجل عليها. طيب الطبق الثاني عملنا ايه؟ عملنا حبة رز بساط جدا، سايبينهم بقى يعيشوا حياتهم تمام التمام. جبنا الناحية التانية حتة لحمة، لو حضراتكم فاكرينها بص سيبناها بقى على جنب، شوف المنظر. صفينا طبعا الدهون منها وسبت فيها حبة زيت كده جوسي، وأنا شغال
فقمت جاي فصين توم ورميهم في الزيت اللي كان موجود فيها او السمنه اللي كانت موجود فيها. ليه بقى؟ هقول لكم انا قصدي ايه بقى. يلا بينا نعمل الصوص بالتوم اللي كان جواه. هو ده اللي انا عايزه يعني، هو ده اللي بتكلم عليه بصراحه يعني، في دماغي هو ده. طيب كسرولة لطيفه، مضرب لطيف، وهنجيب عندنا السكينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. التوم ده انا عملت فيه ايه؟ انا خليته يستوي او يتسلق في قلب اللحمه دي. هعمل كده، بص كفاني معايا تمام لحد كده. التوم المشوي ده اكيد اكيد هيعمل تيست عالي جدا في الصوص ده، خدت بالك؟ طيب وبعدين ايه تاني غير كده بقى؟ عندي حبه طحينه حلوين على التوم. ايوه ده الصوص الفته. اجيب عندي اي سكليبر زي كده وانزل كل الحاجات دي كلها كده عشان افضل كل حاجه. حلو، كلام جميل. طيب وبعدين ممكن نزود كمان لو حبينا فص توم كمان. الزبادي سيبها شويه. تعالى بقى نعمل ايه؟ نجيب عليها ليمون على التوم، ليمون وتاتش يخلي يفتح معايا الدنيا شويه ويدي برضو ايه الحته دي، عارفها؟ هو ده. وابدا اروح اعمل ايه؟ مقلب الكلام ده كله لحد ما يكلكع. خدت بال حضرتك يا فندم اللي حصل؟ كلكع، هو ده اللي انا بتكلم فيه. نفس البول اللي كان فيها الطحينه هجيب فيها حبه ميه صاعين عادي جدا من الحنفيه او من اي ميه عندنا عادي. تمام؟ واجي افكها بالراحه وكاني بعمل سلطه الطحينه. شوف كده بالراحه. بالراحه كده لحد ما تفك تاني. هنا التوم المشوي في سكه تانيه خالص. بص كده بقى حبيبي، كمان سنه ميه كمان. الطحينه مش محتاجه نحط لها دقيق ولا نسخن مش عارف ميه سخنه ولا نعمل مش عارف، الموضوع بسيط. الطحينه بتعتمد على خامه الطحينه نفسها، نوع. شايف المنظر راح لفين؟ ريحه الطحينه حلوه برضه. لا الكريمه شايفها يا فندم؟ حلو. وبعدين علبتين زبادي بالميه بتاعتهم. انزل، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا اقلب بقى الكلام ده كله واربط الصوص بقى صح. شوف بقى هنا راح لفين. سامع الصوص؟ تمام. شكرا للبولات دي اللي احنا عملنا الصوص احنا عايزينه بمنتهى البساطه. نحيق بقى وندلع. طيب هنحيق بيه يا شيف؟ والله اولا سنه ملح، تمام، سنه كمون، ايوه، سنه سماء. حاضر يا فندم. حاضر. حبه بابريكا وسماء، وراح اعمل كده، وراح جاي في الاخر عامل عصره ليمون ثانيه مش في الاخر كده. صوص الفته خلصان، انسى. هاخد حبه من اللوز، شايفه يا فندم دول؟ قال يعني ما خدتش بالي وقعوا مني، بس هيبقوا في الصوص جوه. اللوز الصوص كده ايه؟ لا في لوز، هو حبه صغيره بس اسمه كده ايه؟ صوص طحينه بالزبادي واللوز. يا فندم واسف جدا للتاخير. يا ام جنى صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك، كل ذوق. كنت منور العالمين كلها. ده بوجودكم يا فندم، ربنا يعزك. شكرا لحضرتك. انت عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير والله، نحمد ربنا. تسلم. تحت امرك امر. تسلم، كل حاجه حلوه تعملها حضرتك والله. ربنا يعزك، ده من ذوقكم. انت مش مخلينا محتاجين اي حاجه. عفوا يا فندم، حضراتكم من ذوقكم. انا عندي توأم نفسهم يشتركوا مع حضرتك. الله اكبر، الله اكبر، ربنا يحميهم لك يا رب. انا وعايزين يكلموا حضرتك. هي الاثنين اسمهم ايه الامارات؟ جنى وجمانه. ادهم يلا ادى الله اكبر. معاك جمانه. الو الو، يا جمانه ولا جنى اللي معايا؟ لا جمانه. اهلا وسهلا، ازيك يا قمر؟ ممكن توطي التلفزيون شويه؟ الو الو، ممكن نوطي التلفزيون شويه بس؟ حاضر. يلا عشان اعرف اسمعك بس على طول يا حبيبتي، اتفضلي. انا عايزه اشارك مع حضرتك في المسابقه الجايه. تنورينا ان شاء الله. طيب قولي بقى، يا ترى لما تيجي المسابقه الجايه هتعمل لنا اكل ايه؟ مجهزاها شاورما. ايه بقى؟ ايه بقى؟
شاورما. شاورما لحمه ولا فراخ؟ فراخ. فراخ. الله، عملتيها قبل كده على الجرار المصريه؟ ماما بتفرج عليها كمان وهي بتعملها. الله، يبقى اكيد احلى شاورما. خلاص متفقين. يلا حالا في الكنترول سجلي بياناتك وتشرفينا ان شاء الله. اوكي تمام. وجانا ممكن تكلم حضرتك؟ طبعا مستنيها. يلا. طب ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا يا جوجو، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انتوا توأم في الصوت برضو؟ طبعا. الله اكبر. الله اكبر. لا انا عارف، بس الصوت قريب جدا، صح ولا غلطان؟ لا صح. اهلا وسهلا بيك يا قمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله دايما يا رب. اموريني قمر بقى، تحت امرك. انا عايز اطلع مع حضرتك في مسابقه. انت تنورين. هتعملي ايه في المسابقه؟ هعمل صلصه تونه. بتهزري؟ صلصه التونه ايه اللي تخش فيها مسابقه؟ بتهزري؟ انت عندك كام سنه؟ انا عندي 11 سنه. احنا عايزين ديك رومي. 11 سنه ديك رومي على طول ولا ايه؟ لا طبعا. طب خلاص همشيك، بس حاولي تعملي طبق تاني عشان اختك هتيجي تعمل شاورما. اوكي. فمش ينفع يبقى شاورما قدام صلصه التونه، صح؟ اوكي. فممكن نعمل هي تعمل شاورما فراخ وانت تعمل شاورما لحمه، بس انا بدي مثال. اوكي ماشي عادي. يلا حاولي بقى تحفظي طبق كويس عشان تنوروا ان شاء الله، ربنا يحميكم وتنوروا ان شاء الله. انا كنت عايزه اطلب طلب. تأمري يا حبيبه قلبي. انا كنت عايزه وهي نطلع مسابقه الحلقه. ما انا اللي بقول لك عليه ده على فكره، انت ما خدتيش بالك من كلامي. ايوه انا عارفه حضرتك، يعني هي تعمل شاورما فراخ وانا اعمل شاورما لحمه. ايوه. ماشي. صح ولا انت عايزه ايه؟ لا صح. صح كده، اوامر يا حبايب. خلاص انتوا في نفس الحلقه ان شاء الله. حاضر. اسلامي. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. ربنا يحميكم ويحفظكم ونفرح بيكم دايما يا رب، انتوا كل بناتنا يا رب. شكرا. ربنا يحميكم حبايبي. ربنا يحفظكم ويحفظ كل، مع اني بخاف من الحلقات دي العين والحاجات دي، ربنا يحميكم ويحافظ على كل بناتنا واولادنا يا رب. طيب، حبه الرز والصوص واللحمه وعيش وبتنجان، ايه يا عم الحاجات دي؟ رمان وبتاع. بس الطبق ده كله بقى لما يتمكس كده مع بعض هتلاقي فيه ميكس لطيف قوي. طيب، هجيب عندي عيش شامي مقرمش او محمص او مقلي اللي بنحبه يعني، بس الافضل يكون مقلي زي كده. حلو الكلام. واروح اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ بوقي كده لطيف ومشايك كده الجارنش بتاعي بطريقتي، كل واحد وطريقته. هي حلاوتها بالعيش طبعا. حلو كلام. حلو كلام. شكرا يا باشا. بتنجان، نبدا البتنجان برضه نرصه. الرص ده ذوق لحضراتكم، اي حد حابب حاجه يعملها يعني، مفيش حاجه. سيبكم من كلامي انا، انا بعمل حاجات. ممكن حد عايز يحط ده ما يحطش ده، حاجتنا خالص. حلو كلام، كلام جميل. وبعدين اقول لك لسه وارجع تاني وراح عامل كده. وروح بقى ليه عامل ايه بقى في النص هنا كده؟ ايه بدور كده؟ خدت بالك من الحركه دي؟ العيش هنا كده في النص، والبتنجان داير ما يدور، واجيب عندي بقيه اللحمه الحلوه دي كده تنزل كلها فوق البتنجان، والعيش في النص بالزيت الزيتون اللي فيها ده. احنا صفينا، خدوا بالكم، التتبيله دي كلها وحطها في الاخر حبه زيت زيتون نضيف، وحبه المكسرات الباقيين ينزلوا هنا. حلو الكلام لحد كده؟ كلام جميل. وادي حبه الرمان بقى يا فندم. حاضر. وادي حبه الرمان الاخر دول بقى كده. حد يقول الرمان اقول لك جرب. النبي يا جماعه جربوا الرمان ده مع الاكل، ميزس كده وحس فيه تيست حلو وليه طعم كويس قوي. حد كده احنا زي الفل، اقول لك ده احنا فضل وعدل. ايه بقى تاني؟ الصوص. الصوص هنجيب بوله فاضيه ونطلع الفراخ من بره عشان ايه؟ نفرح حضراتكم بالالوان اللطيفه. بسم الله. بص كده يا فندم معايا. طب بص خضار، شايف الخضار استوى ازاي؟ خدت بالك؟ شوف. وراح انا عامل ايه بقى؟ بص الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت بالك انا عملت ايه؟ وراح اعمل كده وجاي مع حضراتكم هنا. نسيب الكلام ده كده، ايه نشوف حكايته ايه. بص الفراخ عامل ازاي؟ انت. كنا عايزين نجيب بوله فاضيه. هنجيب بوله فاضيه طبعا.
شيلت الحاجات من مكانها. اي ماشي. الواحد بيبقى حافظ بس تفاصيله ولما بتغير حاجه بيحس ان في حاجه. هعمل كده وادي الصوص اللي حضراتكم فاكرينه، وابدا بقى ايه العب بقى كده على الوش. عسل العسل. نقفل الحكايه دي بايه بقى؟ طبعا كده زيت زيتون على الوش كده، وهنا كده كمان. تمام. ناقصني حاجه. ماشي خلاص، انا هاخدها من هنا نبقى نتصرف بعدين. ناخد سلايز ليمون بس كده بيجرش لطيف للطبق بتاعي، وكده يكون الطبق خلصان. وبالهنا والشفا لحضراتكم، سكه مختلفه وطبق جديد طعم يعجب حضراتكم جدا 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 كمان. ده طبق ممكن باقل من ربع كيلو لحمه، كيس رز. كل الحكايه مش حكايه توفير على قد ما تيست يكون مختلف برضو، وتوفير برضو. انا مهتم بالتوفير على فكره، كلنا لازم نهتم بالتوفير، ومش عيب لما نتكلم في التوفير على فكره. انا بس في ناس بتتكلم ايوه بتتكلم على التوفير، ما كلنا بنعمل كده في بيوتنا. يعني كل واحد فينا بخلاف اللي بيطلعوا يعني، او نتكلم انا على برنامج او بطلع على السوشيال ميديا، ما كل واحد فينا بيوفر لبيته. كل راجل وكل ست بيحاول على قد ما يقدر يعمل احلى حاجه بابسط الامكانيات او باقل شويه تكلفه، عشان اعمل حاجات تانية وثالثه ورابعه. ده المقصود من كلامي. فمش عيب لما نتكلم في التوفير، ومش حاجه غلط، وعلى فكره عادي يعني، طبيعي يعني. طيب كده ده خلاص خلصان، نطلع ما شاء الله بالشكل ده يا فندم. طب اطلع لك الفراخ ونغرفها واطلع فاصل، نرجع نخلص السلطه. اوكي تمام حاضر. خليني اجيب الفراخ اللطيفه دي في طبق حلو كده. استاذ محمد صباح الفل والهنا. صباح الفل يا استاذ علاء، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم، انا اول مره اعمل مكالمه. والله شرف لينا، شرف لينا جدا ان انا كلمت حضرتك. والله على راسي يا استاذ محمد، المكالمه وفوق دماغي والله، كتر خيرك. الله يخليك، اشكرك جدا على احلى فعلا برنامج، احلى اكله فعلا. من ذوقك والله، من ذوقك، وشرف ليا المكالمه النهارده والله. الله يخليك، اطمن عليكم، وحضرتك منور الشاشه والحمد لله على السلامه. الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك. الله يخليك. وطالب صغير تقبل. عندي ابني صغير عنده 13 سنه اسمه ممدوح. الله اكبر. بيموت في حاجه اسمها اكل جدا، والبرنامج بتاعك بيحبه يا حبيبي. جداً ربنا يحميه لك ويحافظ لك عليه يا رب دايما. الله يخليك. هو طلب صغير بس وعايز يشترك مع حضرتك. هو باشا ده امر مش طلب، ده ابننا كلنا يا حبيبي. ربنا يحميه لك عليك ويبوس الشاشه حتى. يا حبيبي عنده كام سنه؟ عنده 13 سنه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه لك. الله يخليك ويجينا وينور الدنيا. بس طالب منك طلب، يا ريت يعني يجي البرنامج بس، عشان هو أيوة بيعمل اكل بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه. والله خلاص اعتبره جه. هو جنبك؟ اه جنبي على طول. مش هتدهوني يا باشا، هكلمه هو على طول. كلم استاذ علاء. كلم ازيك يا استاذ علاء؟ صباح الفل والهنا يا استاذ. اسمك ايه يا عمر؟ اسمي ممدوح. ازيك يا دوحه، عامل ايه؟ كويس. انت بتحب البرنامج يا دوحه؟ صراحة بحبه جدا. والبرنامج بيحبك قوي وبيعزمك على البرنامج تنورنا في المسابقة، ايه رأيك في الكلام ده يا دوحة؟ موافق. تنورنا؟ أنت منين يا دوحة؟ أنا من مصر القديمة. مصر القديمة حبيتنا وأجدع ناس مصر القديمة، يا سلام، تنور الدنيا يا حبيب قلبي، أنت ومصر القديمة كلها. على راسي، خلاص متفقين، يلا حالا في الكنترول، سجل بياناتك مع زمايلي عشان إن شاء الله في أقرب فرصة تنورني على طول، حاضر. حاجة تانية؟ يا أستاذ سعاد. حبيبي يا ممدوح يا قمر. سلم على ماما جدا جدا وكل اخواتك يا حبيبي، ربنا يحميك. حاضر، عينينا الاثنين يا فندم. حط الخضار بقى بالمنظر ده باي طريقه كل واحد فينا يحطها يعني. انا بس ايه عايز اسامبل الامور كده. تمام، قول كده يكون تمام، مش عايزين نأفور عن كده عشان ايه بصل كده هنا. وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب حاجه، يلا بينا نجيب حاجه نرفع. بص منظر تسويه الفراخ، انا مش عايز يعني كل حاجه باينه بصراحه. بص تسويه الفراخ عامله ازاي. بص تعالى هنا، شايف يا حسام؟ شوف المنظر، شوف، بص خدت بالك؟ انسى. نعمل ايه بقى؟ نعمل كده، بسم الله، خدت بالك من دي؟ واجي اروح مواسطه كده ايه؟ الفرخه كده، ايوه بس كده امر. واروح اعمل ايه بقى؟ اسكوتش. اسكوت ليه؟ ركز معايا يا فندم، العب، بسم الله. نطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله. بس اتفضل. We'll be right back.
يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. خلاص والله خلصنا كل حاجه, الفته طلعت, الفراخ طلعت, فضل السلطه على السريع وخلاص نروح, مش هتعبكم ضمن كده. فتوش, فتوش لبناني جميل, انا احب الفتوش جدا. على التبوله الصراحه التبوله حلوه بس الفتوش فيها شغل اكتر. تبوله برغل وبصل وطماطم وبقدونس, اما الفتوش لا, دريسنج بقى ودبس الرمان. تعالى نشوف الحكايه ماشيه ازاي. اجيب عندي بوله فاضيه الاول. الفتوش يعني انا اكلته على اصوله بصراحه من حبايبنا في لبنان, ومهم جدا تفاصيل عايز اتكلم عليها معاكم قبل ما ابدا باي شيء. اهم حاجه في تتبيله الفتوش مش الخضار, الخضار طبعا يختلف عن بلد لبلد, وفي ناس تحب تزود حاجات زي ايه. عايز اقول عندهم مثلا احنا ممكن نحط نعناع, هم عندهم ممكن يحطوا انواع اعشاب تانية زي الحبك وزي انواع كتير جدا كده ليها علاقه شويه بزي الرجل عندنا القديمه. في تفاصيل كده ممكن تحط عليها بتبقى تستاهل حلوه جدا, وفي حاجات برده تانية زي عندنا احنا فكره النعناع. طماطم موجوده, الخيار موجود, كل الحاجات دي هي هي نفس القصه. احنا مزودين الجرجير النهارده, ممكن ما نحطش جرجير, ولكن تعالوا نشوف الحكايه ماشيه ازاي. الصوص ايه بقى؟ الصوص الحلو هو دبس الرمان النظيف ده, هم بيعتمدوا على ده جدا جدا كده زي ما عليكم شايفين كده. اول حاجه ماشي, ومعاها ليمون, كمان ليمون, ومعاها كمان حبه ملح, كمان سنه ملح, وحبه دبس الرمان, حبه سماق على دبس الرمان كده, يدوا تيست كويس. بس مضرب لطيف وندوب حاجتنا. انا بشوف ناس في مطاعم بتحط توم, مين اللي قال حضرتك تحط توم؟ ما اعرفش. بشوف ناس تحب تحط جواها مثلا, ما بهزرش والله, يعني زيتون, مين اللي قال ما فيهاش تحط زيتون ولا توم؟ المقصود ان كل حاجه ليها حاجه, فلما نيجي نعمل حاجه نقول ان احنا هنزود او هننقص. حلو الكلام. وراح اعمل ايه بقى مع دبس الرمان, مع كلام, مع التتبيله دي, وراح منزل حبه رمان. ده كله زي الفل, حلو قوي. اول حاجه عندي اجيب عندي معلقه وابدا اقلب كل حاجه بنزلها لوحدها. شايف المنظر؟ فلفل اخضر, وراح مقلب طماطم شيري او عادي, راح مقلب طماطم صغيره جدا عامله زي الحرنكش ما تقطعش, فلفل احمر, وراح مقلب فلفل اصفر, كل الوان الفلفل عندي وكل حاجه بمنتهى البساطه. شايف الكلام؟ حلو. وبعدين حد كده زي الفل, بولة فاضية, العيش المقرمش ده بتاعها مش انا اللي عامله. حلو الكلام. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا بقى الخس الحلو ده, ونبدأ نجيب كل الخس الحلو ده. تمام, ممكن عادي جدا يبقى هو طبق السلطة ده بس, وكل بصراحة وضعها شو كلته كده. وفي ناس تعمل الخس ده ساندويتش سلطة, يبقى جواه حاجة ويتاكل اللي هو, بقول كل حاجة بشوفها لحضراتكم بقولها بكل وضوح. اجيب عندي الخس ده كده, تمام لحد كده. دي زهرة او بوكي لطيف هيتحط معايا في هد الطبق كده. معايا يا فندم ولا لا؟ حلو كده. وهجيب عندي حبة عيش واحطهم عندي في ارضية الطبق كده. وفي الفينش الاخير خالص, وانا بغرف خالص, وانا بغرف خالص, لو عايز ازود عيش ينزل في الاواخر. بص الجرجير بعمل فيه هنا مع الخس, مع ورق النعناع. ركز معايا, خدت بالك؟ ورق النعناع في النص. كل الحاجات دي كلها مش فرم, تقطيع كده جروب يعني, ما بقاش ريحه النعناع نزل عامله شغله حلوه قوي. حبه خس كمان من التانيين البلدي بتاعنا. بس هعمل كل الكلام ده كله. بص بقى معايا الخس عامل ازاي, الجرجير, ورق النعناع,
الاخر دي بالاخر. حلو الكلام لحد كده؟ وراح اعمل في ده ايه بقى؟ كده بحبه هنا كده معلين معايا والباقي نازل بيه هنا في الاخر خالص. وراح مقلب بقيت الخضره بتاعتي مع الخضار اللي حطيناه في الاول وانزل بقى كده. بص بعمل ايدي ازاي، بص كده معايا هنا هنا، بص ايدي فين؟ بنزل كل حاجه ما بين ايدي الاثنين دول عشان ما اعملش ايه. شكرا، خدت بالك؟ بس كده. وبعدين هقول لك ولا قبلين نقفل بقى الطبق الشياكه ده، نرفع دول كده عشان بس يبانوا تمام. نجيب بقيه العيش الحلو نفرنش الطبق بتاعنا كده عشان اللي يقلب يبقى قدامه كل حاجه. ماشي الكلام لحد كده؟ كلام جميل وزي الفل. بس على نفسنا عشان اقفل لك اللي فيه النعناع على الوش، منديل ونروق الطبق قبل ما نحط اي حاجه في الاخر بقى. زي ايه مثلا؟ لبس الرمان لسه هينزل. بص بقى عشان هلحوش الطبق لبس الرمان دلوقتي، هجيب بقيه الرمان ذات نفسه بقى وابدا ارش على الوش كده. بس كده تمام. ادي لبس الرمان بقى، ركز معايا. بص منين تمام كده يكون طبق خلص. وبالهنا والشفا لحضراتكم، طبق لطيف جدا اي حد يخش يعمله. بالهنا والشفا لحضراتكم. اخر حاجه جرنش الليمون ومتشكرين. وكده يكون الطبق خلص والحلقه خلصت. واشكركم جدا لمتابعتكم. واخر طبق لحضراتكم هو طبق الفتوش بشكل بسيط جدا. وبالهنا والشفا لحضراتكم. اتمنى يكون الحلقه النهارده عجبت حضراتكم. كان معانا النهارده فته معموله بالبتنجان واللحم المفرومه، كان معانا كمان فراخ معموله مشويه بالطريقه التندوري، فتوش على الطريقه اللبنانيه، حبه خضار حلوين. وبالهنا والشفا اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده نفس الميعاد. والسلام عليكم.